شكرا سيدي المستشار. بغيت نشكركم على هذا السؤال. خصنا نذكروا اولا ان تدبير الكوارث الطبيعيه من ضمنها الزلازل نص عليها الفصل 40 من الدستور، حين اكد على ان جميع المغاربه ملزمون ان يتحملوا بصفه تضامنيه وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنميه البلاد، وكذا تلك الناتجه عن الاعباء الناجمه عن الافات والكوارث الطبيعيه التي تصيب البلاد. ومن اجل مكافحه الكوارث الطبيعيه يتوفر المغرب على استراتيجيه وطنيه لاداره مخاطر الكوارث الطبيعيه لمده 2020-2030 تترتكز على 3 اهداف: تحسين المعرفه وتقييم المخاطر، تعزيز الوقايه من المخاطر لتقويه القدره على الصمود، ثم تحسين الاستعداد لمواجهه الكوارث واعاده الاعمار. من جهه اخرى تم احداث صناديق قطاعيه خاصه بالمخاطر والكوارث، من اهمها صندوق مكافحه اطال الكوارث الطبيعيه. ومن اجل التنسيق بين مختلف الادارات المعنيه تم احداث ايضا لجنه وزاريه لتدبير المخاطر الطبيعيه تضع التوجهات الكبرى لاستراتيجيه اداره المخاطر والكوارث والتقارب بين مختلف القطاعات الوزاريه بما فيها وزاره النقل واللوجستيك. وفي اطار الوقايه الاستباقيه من الكوارث الطبيعيه وخاصه الزلازل، فان تصاميم وانجاز البنيات والتجهيزات التحتيه للنقل تتم وفق ضوابط ومعايير تاخذ بعين الاعتبار تحملات الهزات الارضيه حسب المعايير الدوليه المعمول بها، كما ان المؤسسات المعنيه بتدبير تلك المرافق العموميه تتوفر كلها على مخططات التدخل الاستعجالي لضمان استمراريه الخدمات واصلاح المنشات المتضرره واعاده تشغيل المرافق العموميه واستمراريه الخدمات. وقد ابانت الاستراتيجيه الوطنيه لتدبير الكوارث الطبيعيه عن نجاعتها في تدبير الاثار الناجمه عن الزلزال الذي عرفته بلادنا خلال السنه الماضيه، حيث قامت فرق التدخل من اعاده ترميم الاضرار المترتبه عن الزلزال واعاده التشغيل التدريجي لشبكه المواصلات المتضرره، وهو ما مكن من استعمال وسائل النقل المختلفه لحركيه الاشخاص والبضائع. وفي اطار رفع من قدره الوزاره والمؤسسات العموميه التابعه لها لتدبير الكوارث الطبيعيه، فاننا نقوم بتحيين مخططات التدخلات الاستعجاليه وتنظيم تمارين محاكاه لحالات الاستعجالات. شكرا.